كل حاجة. ايه رأيك؟ ارجع لها؟ يوه ده وقته عايدة. انا بس اللي اقول امتى وقته. ما هو لولاك ولولا جاريك ورا الستات بدون تمييز ما كانتش الهانم مرات عمك مسكت علينا غلطة واحدة. احنا حرقنا النيجاتيف في الصور. تضمن ان معهاش نسخة؟ لا ما اضمنش، بس في كل الاحوال اللي عملته معايا ملوش اي علاقة بموت عمي. كل حاجة موصولة ببعض، انت بس واخواتك اللي مش عايزين تفهموا. دلوقتي والاخر مرة هسألك وما تتهربش، مين الست اللي كانت في الحفلة؟ واحدة كده كنت اعرفها من زمان، شهيرة ابو العطا بتاعت كازين الباري، مش كده؟ عرفت ازاي ومنين؟ اكيد على وجهي مفيش غيره. ما تردش على اسئلتي باسئلة تانية وقول لي ايه حكايتها بالظبط. خناقتك الاخيرة مع عمك كانت بسببها ولا انا استنتاجي غلط؟ لا يا عايدة استنتاجك مش غلط. ابنها ده يبقى منك؟ انت اكتر واحدة عارفة ان ده مستحيل. يبقى ترد عليا وتقولي لا. مش هرد. واهدي بقى. مش هسيبك يا نبيل، وغلطة كبيرة زي دي مش هتعدي. خليهم ياكلوا ببعض والفايز يقابلنا في النهاية. مش قادر يا حسين، الهواجس هتموتني. وايه الجديد؟ ما هي موتاك من زمان. الجديد اللي عمك قاله ليلتها، الجديد ان في حد هنا في القصر قاتل، في حد هنا هو اللي قتل سوشن يا حسين. وما قالكش مين؟ لا ما قاليش. مش يمكن بيلعب بيك؟ ليه؟ ايه مصلحته؟ انا وقع ما بيننا، لعبته ولعبة اخوك كبير المفضلة. فكرت فيها بس لعمك منصور قالولي ليلتها فوقني، خلاني عايز اعرف الحقيقة. ولما اعرف مين اللي قتل سوسن اقسم بالله ما هسيبه حسين، هقتله بدل المرة الف. بفرض ان كلامه صح مشكتش فيه. في مين؟ عمك منصور متعهد العمليات القذرة للوالد من زمان